مرحبا مرحبا بالناس ديال طنجة، ومرحبا من عند هذه الميلودي احسن موقع. اليوم 24، اليوم راه 15 في شهر 7 معايا اليوم 24. مرحبا بالناس ديال طنجة المتالكم. قول لي ديال 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 الفقر والتعليم والصحه، يعني هادشي هذا اللي خصو اللي ما خصناش حنا نهضروا عليه. حنا كلفنا واحد الناس اللي هي الحكومه خصها تهضر عليه، ماشي حنا اللي خصنا نهضروا عليه. ولكن في الاخر الزق راه حتى الحكومه حتى واحد ما كيهضر على شي واحد. اذا حنا ما عندنا ما نديرو، حنا واخا نهضروا يعني غير كنهضروا، ما عندنا ما نديرو. اما الهضره ما كتشي لا خضره مع هاد الناس هادو، خصهم هما يتقادوا مع راسهم باش يلا ينميو هاد البلاد والفقر اللي في هاد البلاد والناس اللي كتبكي بالجوع. هذا هو الواقع. الامل سريعه، ماشي هي ماشي سريعه، لان كاين السهل الممتنع. السهل الممتنع هو انك تعطي واحد الكلمه بحال بزاف ديال اللي خارجين دابا، يعني الكلام بدون موضوع، بدون ما مقصودش الكلام، وبنادم كيخرج كلمه وكلمه وخدام. المهم كاين الحركه ديال الراس اذا القضيه راه مزيانه. بالنسبه لهادي الميلودي، هادي الميلودي راه عنده الجديد كلمه الحانا غناء، يعني داكشي كنعطيه بالمقدمه والعرض والخاتمه، داكشي اش ربي ميسرها وكلشي ديال الله. وسأموت وأنا مقاطع لذاك المواد، ذاك سنطرة لسيدي علي وإفريقية، وغنعيش وغنحمق وغنبقى دائما مقاطع وديما مع ولاد الشعب وكل شيء ديال الله. المنهج ديالي هو أنني هضرت على السي عبد العزيز اخنوش انه زاد في المازوط، وقلنا لهم نقسم لك سيدي عادل دار اللايف، اذا ما يخدمش مهرجان ديال تيميطار، اذا انا ما عنديش المشكل في هادشي هذا. واي مهرجان ما بغاوش يخدموا ما ماشي مشكل، ما عنديش غرام ديال المشكل. ليسونسيال هو انني انا خدام مزيان معزز مكرم، ما عنديش غرام ديال المشكل، ومع ولاد الشعب وديما مقاطع وكل شيء ديال الله. نعم انا مع مقاطعه موازين، لان الموازين كما كيقولوا انا اللي عجبني بعدا في هاد الموازين اللي سالا معايا بزاف كاع. حنا مقاطعين الموازين، ملي كيجي البراني كيمشي وتفرجوا فيه، وملي كيجي ولاد بلاد ما كيمشي لهم حتى واحد. على زعما واخا سيروا لولاد بلاد ما تمشي، انتم مقاطعوا المقاطعه للموازين وفكروه هكا، ماشي تفكروا كيف الطريقه اللي بغيتوا انتم. لان كاينين شي وحدين بصح ملي كتكون مثلا داك الفنانه الكبار الواعرين جايبين بالاموال الطائله بزاف مشاو عندهم، ومن كيكونوا ولاد البلاد اللي يدبروا على راسهم ما كيمشي عندهم حتى واحد. اذا هذا المقاطعه ماشي بحال هكا، المقاطعه خاصها تكون حقيقيه ويعني صافي مقاطعين الموازين مقاطعين. المهم انا واحد الانسان اللي دار داك الشيء شغل هذاك، المهم انا واحد الانسان مقاطع الموازين، وهذا هو الواقع. كل ما كانش عندي علاقه بحقوق الانسان ما غتعيطش عليا، عيط عليا يعني الرئيس ديال اللي دار داك الاجتماع ديال اللي دار داك الشيء، يعني الكبير ديالهم ديال الصحراء ما غاديش يعيط ليا. كون ما عرفتش هذه الميلودي عنده يد مع حقوق ديال الانسان، هذا هو الواقع. هذه الميلودي فنان عنده رسائل، ماشي رساله، رسائل، وكل مره كتوجه لاي حاجه كاين فهمتيني. يعني والاكثريه ديال عادل الميلودي الاغاني ديالو دائما على حقوق الانسان. اذا انا واحد الانسان مناضل، كنسمى مناضل داكشي ديال الله. سرالي جنرال وصلنا بخير وعلى خير، هو فاهم وانا فاهم، والقناه الثانيه راه هي حره في داكشي ديالها، غير انا كنقول بان هذه قناه الشعب وعند الحق اي فنان في الشعب يدوز فيها الشيء اللي كاين. هذا هي هذه هي قناه دوزيام نورمال عادي. ما انا بالنسبه لدوزيام المسؤولين ديالها الله يرحمها الدار موت على الحكومه، انا عندي خلافات مع شي مقدمين برا برامج وصافي، وماشي شي حاجه.
يعني مقدم برنامج ما صافي جدناش فيه ضهر الضرب بنادم كيكون طالع لي الدم راه صافي دي وجي في الهضره طن 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 سالت عمله. المهم راه من هنا راه خونا هشام سرار خونا حبيبنا ما عندناش غرام ديال المشكل ما يتقلقش مني راه هو فاهم. بانت لك سيدي الميلودي بان لي هاد الميلودي شدو هاد الميلودي كيتشد العشاء يتشد الغداء يشدوني شي حاجه زوينه. هاد الميلودي مسكين ما عنده حتى علاقه مع الملم دابزاز وانا هو الفنان الوحيد في العالم ماشي في المغرب العالم اللي ما عمركم ما يشدوا ليا شي حاجه واخا تبقاو تهضروا حتى الصباح. علاش؟ حيت الحقيقه في دقيقه وكنجيكم نيشان راه هذا هو الواقع راه ما عندكم ما ديروا راه انا هكا راه الحمد لله ولي الهم معايا الشعب كامل وما عنديش غرام ديال المشكل كل شيء ديال الله. الجديد ديال الميلودين بالبال كاين واحد الديسك ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي يخرج هاد ثلاث ايام العنوان ديالو هي سيري الله يعاون يعني سيري الله يعاون الديسك زوين. وكاين واحد ديال ديزا حتى هو ديسك ديال يعني مغربي حقيقي دايزا يعني موجة دايزا العنوان ديالو دايزا هو موجة دايزا. شكرا مرحبا كلشي ديال الله.